في بداية سنة 2023 كان عدد البلديات التي تشهد تذبذب في مادة الزيت والسكر 167 بلدية. انتقل من 167 بلدية إلى صفر بلدية، ما عندنا حتى بلدية الآن اللي فيها تذبذب هذه المواد. انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذب في مادة الحليب، 527 بلدية اللي كان فيها تذبذب، موزعة على 24 ولاية على مستوى القطر الوطني. إلى اليوم للحظة اللي نتكلموا فيها إلى 8 بلديات اللي تم سابقا ذكرها، هي الولايتين الجنوبيتين التي فيها مسافات كبيرة، فيها 8 بلديات اللي تقرر في الآونة الأخيرة وبأوامر من السيد رئيس الجمهورية أن تمول هذه البلديات بالحليب المدعم بالحليب الآني أو المعبأ في علب لتنقل إلى الجنوب بنفس الأسعار التي يستهلك بها حليب الأكياس. انخفاض كذلك عدد البلديات التي كانت تشهد التذبذب في مادة السميد من 148 بلدية على المستوى الوطني إلى صفر بلدية حاليا، والحمد لله المادة متوفرة وبكميات أكثر من مطلوبة على مستوى كل بلديات القطر الوطني. كما أصبح السوق حاليا يشهد كذلك استقرار في التموين بالبقول الجافة باستثناء، يعني الله رحمه حتى إلى أدق الأمور، باستثناء الفاصوليا والحمص من عيار 12.